طيب هنا بقى ده بيدخلني كمان في واضح في المسلسل أثير حوله خلافات كثيرة، لكن البعض قال إنه دي قصة أنت حبيت تستفيد من قصة أحدثت اهتماما لدى الرأي العام، قصة هبة ونادين مقتل ابنة الفنانة ليلى غفران وأعدم المتهم بقتلها محمود العساوي. وهنا كان في اتهام حتى شائعات كثيرة ومتعددة انه ابن رئيس الوزراء احمد نظيف هو الذي قتلها. يبدو انك حاولت تستفيد من هذه القصة في مسلسلك، على الاقل انه في اوجه تشابه كبير، على الاقل انك تروج وتسوق انه مسلسلك شبيه بهذه القصة فتستفيد منها يعني. لا ده مش ده غير حقيقي خالص. احنا انا والله ولا اعرف ان القصه فيها شبه من قصه بنت ليلى غفران، غير بعد ما وانا بحكي قصه الموضوع ان ولد اتهم بقتل بنتين في شقتهم، فراحوا هم مجمعين الموضوع على طول قالوا لي يبقى قصه بنت ليلى غفران. ولكن انا لا تابعت قضيه بنت، يعني انا تابعتها بعد ما لقيت ناس بتتكلم كتير دلوقتي. فتحت يعني على النت، دخلت قلت ايه اوجه التشابه، لقيت بصراحه اوجه تشابه كتير، لقيت اوجه تشابه كبير انهم بنتين، والبنت امها دي امها مطربه نجمه غنائيه ودي امها نجمه سينمائيه، ولكن الاحداث في حته تانية خالص. يعني انا لا مستشار ولا قاضي ولا وكيل نيابه عشان ابقى عارف الحقيقه فين. احنا بنعمل عمل درامي، قصة عجبتنا عملنا منها حاجة، ولكن كلها من خيال المؤلف. طيب خلينا أسأل الفنانة ليلى غفران. مدام ليلى أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذ وائل. لسه زعلانة من الإساءة الحقيقة التي لا نقبلها جميعا للمغربيات، لا أحد يمكن أن يقبلها، وكوني لسه زعلانة؟ لا طبعا، احنا شعب واحد، شعوب واحده، واحنا بنحب بعض. شعب المغرب بيحب المصريين، والمصريين بيحبوا شعب المغرب. واللي حصل ده يمكن نقدر نعتبره انه هو يعني جهل من شخصيه يعني ما عندهاش اي نوع من انواع البروتوكول الاعلامي للاسف. والحمد لله يعني شفت ثورة الغضب في المجتمع المصري عموما، إلى حد أنه الخارجية حتى أصدرت بيانا لإدانة ذلك. طيب خلينا أدخل معاك في المسلسل. الناس كلها بتتكلم عن أنه ابن حلال هي قصة هبة ونادين الشهيرة، والحقيقة أنا مش عايز أستعيد معاك المواجع، لكن هي قصة مقتل ابنتك. يعني هل المسلسل هي نفس القصة؟ قبل كل شيء أنا عايز أقول حسبي الله ونعم الوكيل. فكل حد حاول يسيء لي أو يطعني أو يعني يستغل اسمي ووجعي في مسلسل يعمل منه أبطال، عايزين يعملوا منه بطل سينمائي أو تلفزيوني، عايزين يعملوا من القاتل المجرم اللي اتحكم فيه مرتين بالإعدام، عايزين يعملوا منه بطل، بقول حسبي الله ونعم الوكيل. والموضوع يعني انا قريت الحدوته قبل ما تتصور. والاخ اللي قاعد معاك اللي مثل الدور في الاول خالص قبل ما ينزل المسلسل بفتره طلع في 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 اعلان، شبه اعلان، بيقول انا بعمل مسلسل بقتل فيه بنت نجمة معروفة. ده اللي بيقول من شوية. دم ما الأستاذ محمد فندم. الأخ ده اسمه محمد رمضان يا فندم. مدام ليلى. أنا بتجاهلك تماما أنت. لا. وأنا أتجاهلك يا فندم. لا. مدام ليلى خلينا. لو سمحت أنا بتكلم في الموضوع. محمد مدام ليلى خلينا يعني. طيب اتفضلي كملي. أنا مش عايزة إساءة ليا. أنا مش عايزة حد يفكرني بالموضوع كل شوية. الموضوع ده انا هرفع قضيه مش عشان انه موضوعي، عشان الراي العام كله هاج عليا، تليفونات من المغرب من كل مكان ان القصه انا تعبت نفسيا، ده سبب لي تعب نفسي. بسبب التعب النفسي اللي انا فيه انا هرفع قضيه وهمشي وراها الى الاخر.
طيب مدام ليلى، هنا انت شايفة انه هدف المسلسل هو تبرئة قاتل ابنتك محمود العساوي بعد ان ادين وتم اعدامه، وكان في بقى شائعات كثيرة ومتعددة ايضا تحاول ان شايفة انه هدف المسلسل هو تبرئة محمود القاتل؟ شايفة ان هدف المسلسل صنع ابطال على حساب الغير، هو ده اللي انا شايفاه. مش ممكن اتنين قضاه يحكموا على مجرم قاتل بالاعدام واجي ابرئه من خلال الـ 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 من خلال حته مسلسل. طيب انا يعني حاليا في حاله نفسيه صعبه لاقصى درجه. انا اسف اني بستعيد معاك المواجع يا أستاذ وائل. أنا حد عاقل وحد بيتابع الموضوع بدقة جدا. أنا طبعا الموضوع تعبني جدا وتعب لي أعصابي جدا، وحاولت أن أنا أتابع الموضوع. عارف يا أستاذ وائل، أنا لو ابن مين كان متورط في القضية أنا كنت رحت كلته. أنا ما يهمنيش، لأن راح مني حتة مني، راح مني حتة مني، مش 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 حد عادي ما يهمنيش، لكن راح مني حتة مني ما يهمنيش مين. لكن أنا تابعت القضية من أولها وقريت كل الديتيلز اللي موجودة في القضية وتابعت وحضرت كل الجلسات وشفت على إن الولد ده هو اللي قاتل، وفي دلائل كتيرة جدا. خلاص أوكي، يعني ما نبرقوش بقى في المسلسل. هي كل مشكلة الأستاذة ليلى إن إحنا في المسلسل بيتم تبرئته، ده على اعتبار إن هو ده الولد اللي هو فعلا حبيشة هو محمود العساوي. ما كان يبقى اسمه محمود، ما هو أنا لا يعني ما أنت ما بتعملش فيلم تسجيل. أيوة يا محمد. أنا فاهم، بس أنا أقسم حبيشة ده واحد صعيدي عداء، يعني إحنا حتى سردي يعني اللي أنا عرفته إن محمود كان شخصية من شعبية. ده شخصية تانية خالص، واحد مغترب بيصرف طيب على أمه وأخته، في موضوع آخر خالص. لا بس يا أستاذ وائل، يعني بتهيالي اللي أنا أعرفه إن كل حد بي 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 بيأدي الدور بتوصله شخص فبيقراها طيب فيها. أنا قبل أساسا ما المسلسل ينزل للناس قريته وتاني حاجة ال يعني موضوع مستفز. أنا آسف تاني إن أنا بستعيد معاك المواجع يا مدام ليلى، أنا آسف والله، بس على صفحات الفيسبوك كلها اللي ربط لها الحاجات دي كمان، قاصد إن هو يضايقها. منظر الدقازر وفرحانين بالمسلسل وعاملين بقى يعني قرت المسلسل، والأخ طلع بيقول أنا بعمل بجسد شخصية في مسلسل في رمضان بقتل بنت فنانة مشهورة. يعني كل الكلام ده ما يوحيش ابدا انه الموضوع قريب مني او هما يعني بيتسلطوا على وجعي. لا الحياه مليانه حكايات مشابهه، على المي حسبي الله ونعم الوكيل وبكررها، حسبي الله. كل واحد عنده اولاد وعنده اهل وعنده وربنا موجود. طب انا عايز اقول للاخ، طيب هو محمد بس هيقول لك تعليق اخير، بس انا مش عاوز تنتهي المساله بجفوه كده. في محمد فضل يعني انا عايز اقول ان من ايام قتل قابيل وهابيل والدراما متشابهه، في دراما كتير جدا متشابهه. ده مش ذنبنا، يعني ده مش ذنب انا كممثل اخترت هذا موضوع وجعني. انا اسف. هو اللي بلغك وقال لك خدي اقري الحكايه قبل حتى ما حضرتك ما بتقولي هو انت قريتي الموضوع ازاي قبل المسلسل يا مدام ليلى؟ قريت سيناريو. مين اللي جابه لك؟ لا ما اقدرش اقول مين اللي جابه لي. بس هنا يبقى جايبه لك على اساس ان في تشابه. لا نفس القصه. طب ساعتها ما اعترضتيش ليه في ساعتها؟ كان ممكن يبقى في كلام تاني يعني. انا دلوقتي معترضه. أنا قلت إن الرأي العام هو اللي هاج عليا. أنا ما بشوفش المسلسل على فكرة، لكن كمية التليفونات اللي بتجيلي وكمية الرسائل اللي أنا بشوفها
هي اللي بتتعب كلها بتقول انه المسلسل يتناول قصة بالزبط. مقتل ابنتك بالضبط. ولو حضرتك عايز تعرف افتح اي موقع على الفيسبوك, افتح اي موقع على الانترنت وحضرتك هتشوف. طيب مدام ليلى بتوجه لك بالشكر واسف تاني لاستعادة المواجع. ربنا يصبرك. ربنا يصبرها فعلا.